ولذلك ربما تنظر بعين الريبة إلى بعض الدول التي تشارك في هذا الإطار وخاصة تركيا. لكن تركيا فيما دورها فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل السماح بالحبوب الأوكرانية للتصدير ربما يخفي النظر عن دورها في المشاركة وفي تزايد العلاقات الروسية التركية. إذن هناك ربما علامة استفهام لحضور تركيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حضور تركيا والرئيس أردوغان لهذه القمة في سمرقند، وبالتالي بالفعل يعني حضور تركيا كشريك محاور ماذا يعني بالنسبة لواشنطن وهي دولة في حلف الناتو أيضا تركيا وهامة؟ هذا يثير شكوك بالنسبة لواشنطن أن تركيا يجب أن تختار الوجهة الاستراتيجية التي إذا كانت جزء من الناتو أو كانت تسعى إلى تكون عضوية في الاتحاد الأوروبي أم تسعى نحو علاقات استراتيجية مع الصين وروسيا. تركيا تريد يعني أن تبني علاقات بشكل مستقل كما تقول، لكن هذا يضعف ما يسمى صفة الحلفاء. وجهة نظر تركيا أن الولايات المتحدة لم تحترم تقريبا مصالح تركيا فيما يتعلق بسوريا، دعم منظمة البيكيكي وغيرها، وبالتالي نقول ربما هذا يفتح فصل جديد أيضا من النقاش الساخن بين تركيا والولايات المتحدة.